اهلا يا بطل، فكرتني؟ بدور على المهم اللي زيك وشغلها من حسابي. لا مؤاخذة يا باشا، يعني هو مش اللي ضربني بالنار ده ضابط بوليس. مبروك على البدلة، البدلة دي بتاعت موحي زميلنا، هيستقيل الأسبوع الجاي. يمكن عشان ربنا حرمني من الخلفة فاعتبرتك ابني ما خلفتوش. زي ما كنت ابني أنا كمان. وفي كل عملية جديدة كنت متأكد من ساحة اختياري أكتر وأكتر. بس عشان انت زي ابني امنتك انت كمان وهربتك لانجلترا قبل ما تقبض عليك. احنا هنفتح صفحه جديده وننسى اللي فات ده كله. قلت ايه؟ فجأة حل البلد اتقلب والحادثه اللي حصلت بوظت الخطه. لما اختفيت ليلتها يوسف البديل كان جاهز. معقول؟ عايز نرجع اشتغل معاك؟ احنا هنكمل الشغلانه دي الاول. ايه رايك؟ انت معانا ولا علينا؟ على فكرة أنا مش مسافرة. الموضوع ده مش مطروح لمناقشة، هتسافري بكرة الصبح في نفس ميعاد الطوالي فوديها النهاردة. إيه الاستبداد ده؟ الله يخليك أنا مش ناقص. أنت ليه بقاش سياسة؟ أنا بتكلم عن حقي في إني آخد قراراتي. ساعات بنضطر ناخد إجراءات استثنائية في الظروف الصعبة. أعتبر ده قرار سيادي استثنائي. إيه رأيك؟ قانون طوارئ يعني. برافو، مذاكرة كويس. طب على الأقل أفهم. أبسط حقوقي إني أفهم. اختفيت فين من شويه؟ وليه اجلت المؤتمر الصحفي بتاعك؟ احسن لك ما تعرفيش. وحضرتك برضو اللي بتقرر ايه اللي احسن لي. يعني عايزاني ارعبك واقول لك ان انا كان ممكن افقد حياتي النهارده. ايه؟ ولسه عايز تكمل؟ طر تبقى بتنتحر وعايزني اقف اتفرج عليك. طب بالعلمك بقى انا مش مسافره غير لو جيت معايا. احنا خلاص ملناش حاجه في البلد دي. مش انا اسيب البلد واهرب في وقت الجد. أنا ليا في البلد دي كتير، باسمي وتاريخي وأحلامي وحياتي ومراتي اللي محبوسة في السجن بتاعي. طب وأنا مش عامل حسابي معاهم؟ بالعكس، أنا كل حاجة بعملها عشان أسيب لك بلد محترمة ليكي ولولادك من بعدك. وحتى لو فشلت يبقى اسمي حاولت وما عرفتش. برضه مش مسافرة. هتسافري حتى لو اضطريت أجرجرك من شعرك لحد المطار، ده كلام نهائي، أنت فاهمة ولا لأ؟ دكتور ايمن في بعدين بقى في السرعه دي يا عم تقلق بقى المره الجايه هقع منك. معلش استحملني، يعني جايز تكون دي اخر مره تشوفني فيها. ايه هتسافر الخليج انت كمان؟ وانت مسافر؟ ايوه يا سيدي. مش عايزني اجيب لك جلابيه معايا وبخور؟ ترجع بالسلامه. انا كنت جاي لك المره دي في استشاره، يعني تقريبا كده عرفت كل حاجه عن نفسي خلاص. ايه خبطت في عمود نور ورجعت لك الذاكره زي الافلام؟ والله تشبيه مش بعيد. انا فعلا خبطت، خبطت جامد قوي. بس المشكله بقى اني مش قادر اصدق. ازاي يعني؟ يعني كل الحاجات اللي عرفتها وسمعتها عن نفسي حاسس انها ما تخصنيش، تخص واحد تاني مش انا. تقصد مثلا ان في حد بيضللك بيقول لك معلومات غلط عن نفسك؟ بالعكس، كل الذكريات اللي بتجيلي بتاكد لي ان كل اللي عرفته عن نفسي مظبوط. الكلام اللي سمعته ما عجبكش يا يوسف؟ يمكن. بص يعني هو عموما سواء عجبك او مش عجبك ده مش هينفع من يخصك. هويتك هي الحاجه الوحيده يا يوسف اللي ما تقدرش تهرب منها. مش قادر اصدق اني كنت بالاجرام ده. يوسف وانت كل ذكرياتك مهببه في 60 نيله كده؟ الظاهر كده.
يبقى الفطره اللي جواك هي اللي بتتكلم دلوقتي. بص يا يوسف، كل واحد فينا مخلوق جوا الخير والشر، الابيض والاسود. انت ذاكرتك لما راحت، الخير اللي جواك هو اللي سيطر عليك. انت بقى دلوقتي قدامك طريقين وعليك تختار، يا اما تسيب الابيض يسيطر يا اما الاسود يسيطر. وخلي بالك الفرصه دي ما بتجيش للواحد غير مره واحده في العمر. طب ولو كان الاختيار ده مش بايدي؟ جدع بس، اكيد بنقعد نضحك بيها على نفسنا. كلنا بدنا نختار يا يوسف، احنا بس اللي بنحاول ندور على شماعه نعلق عليها خيلتنا. جايز ما ينفعش واحد فاشل زي في حياته يديك دروس عن التنميه البشريه، بس دي الحقيقه لو انت عايز تسمعها. طيب لو انا حاسس ان لسه الحقيقه ما كملتش، يعني في حاجات لسه ما عرفتهاش او ما افتكرتهاش، ممكن ده برضه يكون وهم بقنع بيه نفسي عشان ما اختارش؟ كل شيء ممكن. لما تخبط في عمود النور المره الجايه هتفتكر. وعموما يا سيدي لو ما لقيتش العمود بدور عليه. هدور. خلي بالك من نفسك. وانت كمان يوسف. برافو حسام، برافو. عارف حسام، مفيش حاجة ممكن تضر ضابط الشرطة أكتر من إنه يعصي الأوامر وما ينفذهاش. يا باشا دي أول حاجة بنتعلمها، ويا رب كده دايما أبقى عند حسن ظن سعادتك. أنت صرفت صح، خفت على نفسك وخفت على مستقبلك، عشان كده أنا بقول لك هيبقى لك شأن عظيم معانا. يا فندم أنا آخر حاجة بفكر فيها هي نفسي. غلط، أكبر غلط. أنا مش عايزك تنسى نفسك لحظة واحدة. نفسك هي اللي باقية لك يا حسام. يعني يا فندم؟ يعني يا حسام إحنا نشتغل نشقى ونتعب، أرواحنا كل يوم بيهددها التلين القتلة والبلطجية والرعاع والحوش، شايلين كفنا على إيدينا يا حسام، ويا ريت عاجبين. للأسف الناس لا بتقدر ولا بتفهم. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. يا ريت على قد الناس اللي شايفين ان احنا محتاجين نتطهر وان احنا فاسدين. لا، الجهاز نفسه بايظ ومخوخ من جوه. عارف اقصى حاجه ممكن الجهاز يعملها لك ايه؟ يدوك عربيه توصل ولادك وتوصل المدام، فرض خدمه يدي لك طلباتك وطلبات البيت. لكن اول ما تقع للاسف محدش هيسأل فيك. احنا اكباش فدا مستنيين دورنا في الطابور. انا اسف ان انا بقولك الكلام ده. طب والعمل يا فندم؟ نتحد قوتنا في اتحادنا. عارف يا حسام، مفيش حد ممكن يحس بيك ويقدرك اكتر من زميل مهنتك. توحدنا ممكن يحمينا من اي حد، سواء جوانا او برانا. ونتحد ازاي يا فندم؟ ننظم نفسنا من غير ما حد يحس بينا. بس يا فندم الكلام ده شبه يعني تخاريف بتاعت لواء طاهر يونس. اي تخاريف مهما كانت بعيده ممكن يكون لها نصيب من الحقيقه. انا بقول ممكن. الحقيقه يا فندم انا لسه مش فاهم. هبقى فاهمك بعدين. المهم دلوقتي انك تعرف ان انا مبسوط منك جدا. يا فندم يعني انا اتمنى دايما ابقى عند حسن ظن سعادتك يا فندم. وبعد اذنك بس علشان عندي مشوار وراجع اخر النهار. اتفضل يا حسام. بعد اذن سعادتك. عملتوا اعلان قبل ما بلغكم بوافقتي رسمي عشان نكسب وقت بس مش اكتر.
ايوه بس معنى كده انكم متاكدين اني موافق؟ لو سمحت ما تكلمنيش بصيغه الجمع، انا جاي هنا بمثل نفسي، وعشان المعزه اللي بينا هي اللي خلتني اجي لك لحد بيتك عشان اعرف موقفك النهائي ايه، وحمسك شويه بالاعلام. طب مش عايز تسالني ولو فضول، انا لغيت المؤتمر الصحفي امبارح ليه؟ دي حاجه تخصك لوحدك. يمكن عارف عشان كده مش عايز تسال. ما بلاش نتكلم في اللي فات، وخلينا نبص لقدام. الانتخابات فاضل عليها ايام قليله، يعني ما عادش عندك وقت انك تعمل مؤتمرات شعبيه في الاقاليم زي ما كنت مخطط. ده غير اتهامات النيابه العامه واللغط الاعلامي والمؤتمر الصحفي اللي اتلغى امبارح. اسمح لي اقول لك ان المناظره دي هي طوق النجاه الاخير بالنسبه لك يا رفض. او حبل المشان الاخير. انت ليه مش حاطط في اعتبارك ان مجدي عبد العزيز ممكن يطلع منك كسبان؟ انا عارف انا بكلم مين كويس. دي فرصتك علشان تكسبه. الراجل بيتطوح يمين وشمال، مش هيستحمل. للاسف القرار مش قرار لوحدي، انا لازم اخد راي الناس اللي معايا في الحمله. ماشي، وانا عشان احمسك اكتر هبعت لك العقود النهارده بالليل على مقر الحمله. عقود ايه؟ عقود المعلنين والرعاه اللي هيمولوا المناظره فواصل اعلانيه. مش هتصدق يا رأفت الحماس واخدهم لغايه فين. معلنين ورعاه؟ هو ده مش برنامج عام بالدعم الدوله؟ دوله يا رأفت يا حبيبي، الدوله احنا لسه بنعملها، ولحد ما يحصل خلي راس المال يساعدنا شويه. انا مستني موافقتك النهارده بالليل، ومش عايز اسمع اي رد تاني لو سمحت. ربنا يسهل. على اذنك. السلام عليكم. مع السلامة. ولا لو سمحت لو سمحت، في ترابيزه هنا باسم دكتور ايمن صديق. يا فندم اتفضل هنا. ربنا يبارك لك. الو؟ يا دكتور ايمن، انا حسام. هو في حسام بايه؟ انتوا مش عايزين تشيلوني من دماغكم ليه؟ والمصحف هيجوا واسيبها لكم. شش، وطي صوتك. وطي صوتك وتصرف عادي. هو انا ليه حسام بيه شامم ريحه حاجه شمال حضرتك؟ دلوقتي حضرتك حطيت لي ورقه في جيبي وبتقول لي اجيب رقم جديد وابعت لك منه مسج. انا عملت كده ليه؟ اجي هنا ليك بتكلمني من تليفون تاني؟ هو في ايه؟ في اننا متراقبين. ايه؟ يخرب بيتك. هو مين اللي مراقبنا يا باشا؟ هو مش حاكم بوليس؟ مش انتوا اللي بتراقبوا الناس؟ مش وقته، مش وقته، دي حكايه طويله. المهم دلوقتي تعمل اللي هقول لك عليه بالظبط، ومن غير ما تلفت الانتباه تحت الترابيزه اللي انت قاعد عليها. هتلاقيني لازق لك ظرف متطبق وسايبه لك، مد ايدك طلع الظرف من غير ما حد ياخد باله وحطه في جيبك، تاخد الظرف وتطلع بيه على طاهر يونس، واوعى تجيب سيره لاي مخلوق اننا اتكلمنا مع بعض، والرقم اللي بكلمك عليه ده ترميه فورا. حاضر يا باشا. وما تجيبش سيره لاي مخلوق اننا اتكلمنا. بجد أول مرة في حياتي أحس الإحساس ده. وبعدين؟ هو أنت ليه ما بتصافحنيش بمشاعرك أنت كمان؟ يعني مش عارف؟ عشان باباكي؟ أنت مش فاهم حاجة. هو لا يمكن يتخيل ولا يتصور إن أنا قاعدة معاك دلوقتي. أنت عارف لو عارف ممكن يعمل فيا إيه؟ وفيك أنت كمان؟ باباكي عارف عني كل حاجة. يعني مفيش حاجة بالنسبة له هتبقى مفاجأة. بس أنت اللي مش عارف. انت مش عارف انا علاقتي عامله ازاي بابويا، خاصه بعد ما ماما ماتت. طب احكي لي كل حاجه زي ما انا حكيت لك، وانا على اتم استعداد اروح له لحد عنده دلوقتي حالا واتكلم معاه. تروح له؟ انت مجنون؟ اوعى تعمل كده. ليه يا صبري؟ لو جايز الحقيقه تبقى هي الحل. انت عايز مني ايه؟ عايزك يا صبري، عايز اتجوزك واكمل معاك عمري كله على طول كده. ايوه. طب قوم معايا. على فين؟ هنروح له؟ هنتجوز دلوقتي حالا. يلا. نورسي
لازم. عندك فكرة أنا حصل لي إيه بسببك امبارح؟ عارف كل اللي حصل، بس اللي انت ما تعرفوش انهم رجعوكي بسبب اللي انا عملته. والمفروض بقى اني اشكرك؟ انا مش جاي عشان تشكريني ولا جاي اتكلم في الموضوع ده اساسا. امال جاي ليه؟ ايه؟ السؤال صعب للدرجات دي مش عارف ترد، انت جاي ليه؟ هلا انا عارف ان احنا بنمر بظروف غريبه، بس اللي انت لازم تعرفيه انك خليتيني اشوف ناحيه في حياتي انا ما كنتش اعرفها. يعني بيتهيألي مقابلتنا في الطياره لاول مره ما كانتش مجرد صدفه وتعدي. امال كانت ايه؟ يعني ممكن تقولي علامه، مفترق طرق عشان اختار. انا برضو كنت فاكره اني لما اعرفك كويس هستريح، بس اللي شفته معاك خلاني ابقى مرعوبه منك. كفايه اني لحد دلوقتي مش عارفه اناديك بأنهي اسم. كل اسم من دول يعتبر بالنسبه لي اسم مؤقت، حتى أول اسم عرفته من ساعة ما وعيت على الدنيا، أحمد غريب متولي سلامة. طول عمري حاسس إن أنا مش هو. هتفضل طول عمرك كده، مرة مراد ومرة محي. طيب إيه رأيك بقى أدور لك على اسم على مزاجي كده وناديلك بيه؟ حلو قوي، يلا نقي لي اسم على مزاجك، إحنا ما وراناش حاجة، فكري براحتك. لا أنت ما وراكش، أنا ورايا. المفروض ساعة بالكتير وابقى في البيت. ساعة بس؟ ويا رب كمان ما يكونش بابا رجع. أنا مش فاهم، هو احنا بنسرق؟ هنفتح نفس الموضوع تاني؟ لا يا ستي، لا تاني ولا تالت، براحتك. إيه؟ كلامي زعلك؟ لا أبداً، مش زعلان ولا حاجة. مساء الخير. مجمعين عند النبي يا اخوانا والله. عارف عارف كل شويه بقول لكم مش هتشوفوا وشي وبتشوفوه. عملي الاسود. والنعم ما عارف اقول لك يا يوسف. انا قبل ما اشوفك كنت دكتور، دلوقتي بقيت مصطجي قد الدنيا. امسك امسك. فكره المناظره مش وحشه ابدا. ومش مضمونه برضه. هي مخاطرة كبيرة، يعني مكسب كبير أو خسارة كبيرة. مظبوط، بس مجدي عبد العزيز مش هيسيبنا ناكله بالساهل. هي المفروض هتبقى إمتى يا دكتور؟ بعد بكرة، ثلاث أيام قبل الانتخابات. بس يعني الغلطة بفورة. بس إحنا لو مستعدين ممكن نكسب. قصدك ما قدامناش غير إننا نكسبه. من الآخر كده يا دكتور، اللي هيكسب المناظرة دي هو اللي هيوش كل حاجة. وإذا طلعنا إحنا الاتنين خسرانين. يبقى نبارك لحافظ مشهور من دلوقتي. يعني شايفين إيه؟ أوافق. ده هارد ريسك، ده هارد بروفيت. أنا رأيي ناخد ريسك. لا يا دكتور، أنا شايف إنها مش مستاهلة، إحنا مش حمل ضربة كمان فوق نافوخنا. ناخد تصويت بسرعة. مين موافق؟ أغلبية موافقة. ومن هنا لبكرة هتكون مهمتنا إن إحنا نعمل ريسيرش على أسئلة محتملة وإجاباتها النموذجية. بالظبط، ونعمل كمان داونلود لمناظرات رئاسية من كل دول العالم عشان نقدر نعرف إيه البوينتس اللي ندوس عليها طبعا. يبقى على بركة الله يا دكتور. بس ليه حاسس ان حضرتك قلقان يا دكتور؟ لازم اكون قلقان. انا هروح اكلم رشيد وابلغه بقرار. على فكره انا ابتديت اقلق على الدكتور بجد. ومين سمعك؟ ها؟ آه. ايه رايك يا باشمهندس؟ ما فيهاش راي يا عم رشيد. انت مش بتقول ان رأفت الراوي وافق؟ لسه مكلمني وانا جاي لك في الطريق واكد لي موافقته بنفسه. انا بقى مش هطلع عيل بقى وانسحب. مبروك عليك يا عم. مبروك علينا جميعا. بعد المناظره واحد مننا بس اللي هيتقال له مبروك يا ياس. انما انت يعني عيني عليك بارده، طالع واكل نازل واكل. احنا بنعمل شغلنا يا مجدي بيه. طبعا ما هو كل شغل. واحنا اليومين دول في عز الموسم بتاعكم. صدقني انت اكتر واحد استفاد من اللي حصل في البلد السنه ونص اللي فاتوا دول. اللهم الحسد يعني. انا ما بحطش ايدي في جيب حد، بسوق
يعني عرض وطلب، وانت اكتر واحد عارف قواعد السوق. خلاص يا سيدي، سيبنا لكم الدنيا، خلونا احنا بقى في الاخرة بس. حلوة دي، ربنا يحسن اخرتنا جميعا يا مجدي بيه. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أدعي لك في الفجر. إن شاء الله. الإعلانات هتنزل النهاردة بالليل، وزمان كل المواقع الإلكترونية نشرت الخبر. إيه؟ بالسرعة دي؟ مش بقولك إحنا بنشوف شغلنا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تنسناش بالدعاء. في الفجر. إن شاء الله. في الفجر. إن شاء الله هندعي لكم دعاء. يجعلوا من حدكم ونصيبكم. وحسين بقى ما جاش بنفسه وادانا الورق ده ليه؟ والنعمة انت عسل، وانا عرفت افهم منه حاجه. يبقى ما طلعش جبان وعارف ان هم حاطين عينهم عليه وبيراقبوه. المهم ايه الورق ده طلع فيه ايه يعني؟ لا لا انا مش هستحمل. يلا سلام عليكم. مالك فين بوزه كده ليه؟ لا ولا حاجه. وانت يا عم يوسف ايه اللي مزعلك؟ اتضايقت من كلامي؟ لا ابدا، انا اتضايق من ايه؟ طيب هو انا ممكن اصرحك بموضوع عمري ما قلت لك عليه؟ قولي. انت مش اول حب في حياتي. انا كان في قصه حب بيني وبين زميل ليا في المستشفى من 5 سنين، كنا متفقين على الارتباط. وبعدين بقى هو ما كانش مناسب ليا من وجهة نظر بابا طبعا، بس انا وهو كنا متفقين ان احنا نكمل مع بعض مهما كان. وايه اللي حصل؟ القصة فشلت يعني؟ فشلت عشان هو اختفى. اختفى ازاي؟ معرفش، بقالي 5 سنين وانا هتجنن واعرف هو راح فين. معرفتش اوصله، لا هو ولا اي حد من طرفه. معرفتش اوصل لحاجة، والاهم من كده ان انا معرفتش اسأل بابا عشان خفت يجاوبني بالحقيقة. طب ما يمكن يكون انا مش مستعدة اعيش التجربة دي تاني. انت فاهم هو ممكن يعمل ايه لو عرف؟ طيب بعد اذنكم، حد فيكم يعرف حاجة عن مؤسسة اسمها كابيتال هولدنج؟ كابيتال ايه؟ هولدنج. لا دي ايه الشركة دي؟ تطلع تجيب الكمبيوتر بتاعك عشان تعرف المؤسسة دي اصلها ايه وفصلها ايه. كابيتال هولدنج دي شركة كبيرة بتشتري الشركات الخسران. ده ايه الغباء ده؟ وليه يعني حد يشتري شركة خسرانة؟ عادي أيمن، بتحصل. شركة كبيرة بتشتري شركات خسرانة بتراب الفلوس، بتزود رأس مالها وتديرها صحة لحد ما تكسب. استثمار على المدى الطويل يعني. الشركة دي ابتدت برأس مال 200 مليون جنيه، الكلام ده من 15 سنة. وصل رأس مالها دلوقتي ل 20 مليار جنيه. الفلوس دي كلها بيشتغلوا في إيه يعني؟ قول ما بيشتغلوش في إيه، دول بيشتغلوا في كل حاجة، دول بيديروا 35 شركة. يبقى هو ده حل اللغز. لغز إيه؟ الشركة دي من 12 سنة بعتت شيك لوزارة الداخلية مقابل استقالة واحد من الضباط اللي احنا بندور عليهم. الورق اللي عندي واللي بعته لي حسام بيقول كده. قصد سعادتك ان الشركة دي هي اللي بتمول التنظيم؟ بالظبط. أول ما حسام قرب من الموضوع جات له تعليمات عليا، ستوب ما تقربش. لولا كده كنا عرفنا كل حاجة. عشان كده بقى حسام عمل الفيلم الهندي ده كله عشان يديني حتة ظرف. مظبوط. دورنا بقى ان احنا نكمل مخورك عشان نعرف اصل الشركه دي ايه وفصلها ايه. بس مفيش اي حاجه مكتوبه اكتر من اللي انا قلتها لكم. في اسم الراجل اللي وقع على الشيك ده من 12 سنه، اسمه صبري عبد الواحد. مين؟ ايه تعرفه؟ لا يعني الاسم مش غريب. مش غريب ازاي؟ اتكلم يا يوسف. طلعوا يا جماعة عشان يبقى عيش وملح ما بيننا. عيش وملح؟ ما انت افتكرت كده بعد 15 سنة معرفة. صبري بيه، انت
طول عمرك عايش في بلاد بره في وسط الانجليز وعارف ان ليت بدت النافر. انا رايي ندخل في الموضوع على طول. ايه مدام مش تاكلي الاول ولا خايفه؟ لحسن اعمل فيكي زي ما عملت في رفيق عندي برضه هنا في البيت. انا شايف برضه ندخل في الموضوع زي ما انت. انت عايز ايه يا عسكر؟ شوف يا صبري بيه، تهديدك وصلني، وانا لو كنت شفتك ساعتها كنت قتلتك، لكن لما الوقت عدى والنار بقت رماد قلت لا نتفق احسن. كويس، هنتفق ازاي بقى؟ زياد يخرج النهارده قبل بكره، انا خلاص قررت اني لكل شغلي برا مصر، قررت اسيب لك البلد تبرطع فيها زي ما انت عاوز. برافو، قرار حكيم برضو، كده كده راس المال ملوش وطن. زياد يخرج امتى يا صبري؟ هات الحاجه اللي عندك وبعد اسبوع شجن هتروح للنيابه وتعترف انها بخير، ساعتها بقى هيفتحوا الملف واخوك يطلع براءه، مش بعيد كمان يعملوا له رد اعتبار. كلام نظري جميل بس مش كفاية. عايز ايه تاني؟ انا هدي لك كل اللي انت عايزه بس تقول لي الرقم ده بتاع ايه. انت عايز تمسك عليا دليل ادانة؟ يا سلام، طب ما انت كمان ماسك عليا دليل ادانة. لا بص انا ماليش وقت الجدل ده، انا وراي حاجات كتيرة جدا عايزة تتعمل. لا انا لسه قاعد بسمعك. بس المفروض النهارده ارد عليه واقول له اذا كنت هكمل معاهم ولا لا. يعني صبري عبد الواحد ده ورا كل اللي بيجرى لك؟ ورا كل اللي بيجرى لنا كلنا. عشان كده جيت لي امبارح تقولي انك مش عايز ترجع زي زمان. ايوه المساله واضحه ومش محتاجه تفكير، انت هتكمل معاه زي ما طلب منك. اكمل معاهم ازاي؟ دي الطريقه الوحيده عشان نعرف كل حاجه عن التنظيم. ايوه بس حضرتك اكمل معاهم يعني ابقى واحد منهم، يعني اعمل اللي بيعملوه. ما انت طول عمرك بتعمل اللي بيعمله، المرة دي أول مرة تعمل اللي بيعملوه من أجل هدف نبيل. يعني إيه؟ مكتوب عليه يفضل كده؟ مهنته القتل؟ انت طول عمرك كنت بتعمل ده عشان ما كانش قدامك اختيار تاني، الوقتي جات لك الفرصة عشان تتطهر وتعمل حاجة لهدف نبيل. يعني الغاية تبرر الوسيلة. انا بتبطلي صفصطة وشعارات. كلام ملوش لازمة دلوقتي، يوسف هو اللي من حقه يقرر إذا كان عايز يرجع كده ولا لأ. عندك حق، أنت رأيك إيه؟ ما ترد، أنت معانا ولا إيه؟ ده هو؟ لو هو يبقى كويس أوي عشان أحكي له كل حاجة. طاهر باشا مساء الخير يا فندم، انا جاي ليوسف، هو عندك مشكله؟ بعد ما رميتك من ملجأ وربيتك وعملتك زي ابني رايح تجوز بنتي من ورايا؟ الحبايب كلهم هنا اهو، هاله والدكتور كمان. المفروض كنت انا اللي اجيلك. أنا قلت أوفر عليك مشوار وأجي لك لحد عندك. أنت معايا ولا مش معايا؟ أنت عارف خيانة تمنى إيه؟ معاك طبعا يا باشا. برافو، ده قرار حكيم. إيه ده؟ اقتلها. بقولك اقتلها. اقتله. اقتل مين؟ اقتله عشان اصدق ان انت معايا. We'll be right back.
عارف انك اجمل من انك تعملها.